تنافسي بين كثير من المشاريع، واتم على سبيل المثال لك حصر عدد من هذه المشاريع. المنافسه تكون على عده مستويات. مشروعنا قسمناه الى ثلاثه اقسام. هذا الحدث الكبير والمهم بالنسبة لشركة كورك اللي نعتبره من إحدى اهتماماتنا لسنة 23. هذا الحدث أنه استمر أو بدأ من قبل سنة، أعدينا العدة إلى من ناحية الفكرة ومن ناحية الدعم المالي والتقني. استمرت العملية بمراحل خمسة مثل ما شفتوها بالبرزنتيشن. بدأ من مرحلة التقديم إلى مرحلة التصفيات النهائية. وصلنا اليوم التصفيات إلى 6 مشاركين، كل مشارك يحمل فكرة، يحمل مشروع، يحمل نقدر نقول بذرة حتكون إن شاء الله يعني إلها ثمرة كلش مهمة. إحنا أشركنا في هذا الحدث أخصائيين من الجامعات العراقية، من الشركات الناشئة، من الشركات اللي إلها باع طويل في السوق العراقية. الغاية من عندها تقيم هكذا مشاريع، وإن شاء الله بنهاية الحدث حنحصل على المشروع الفائز والمشروع الثاني اللي حيستلم دعم مالي. بالإضافة أنه شركة كورك حتكون أبوابها مفتوحة، دعمها التقني والعلمي ولكل مجالات المساعدة. اليوم الحفل الختامي لبرنامج كورك برينورز. كورك برينورز هي مبادرة أطلقتها شركة كورك تيليكوم لدعم المشاريع الريادية. هذا البرنامج صار له سنة ونص، قدموا أكثر من 1700 مترشح، وبدت تكون مراحل تصفية بعدة مراحل. هاي السنة ونص هاي البرامج أخذوا دورات تطوير أعمالهم، شلون يصور البروسس، شلون يسوون ماركتينج، التنظيم المالي. اليوم احنا وصلنا للستة المرشحين. هذا الستة المرشحين اليوم حيكون منهم 3 فائزين بمبالغ نقدية و3 فائزين بدعم من كورك. احنا دورنا ندعم مشاريعهم. بالضبط، ندعم مشاريعهم ونساعدهم يطوروها. احنا بدايتنا من 2022 لما بدلشنا بكورك برينورز كانت الفكرة بأنه احنا نركز على هاي المشاريع. احنا موضوع الشباب كلش مركزين عنا، سواء بمشاريع او غير شيء. يعني احنا حتى دعمنا للرياضة هو دعم للشباب، دعمنا للفن هو دعم للشباب، فكل افكار الشباب احنا وياهم. نشكر شركة كورك اللي دعمت هذا البرنامج ووصلتنا الى المراحل المهمة في هذا المجال. طبعا استفدنا كثير من خبرات المشرفين على هذا البرنامج. كما يشرفني اني مثلت محافظة نينوى وشباب نينوى في هذا البرنامج في محافظة بغداد. طبعا انا مؤسس مشروع ميجا واط لخدمات الطاقة الشمسية في محافظة نينوى. هذا المشروع اللي يعمل على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية بمختلف انواعها، القطاع الزراعي والقطاع الصناعي وحتى المنازل. مشروعنا صار له سنة يشتغل في مدينة الموصل. نفذنا كثير من المنظومات في أكثر من مجال. الآن نحن في أزمة تغير مناخي وأزمة طاقة، فهذا الشيء اللي يحتم علينا التحول إلى مصادر طاقة بديلة. نحن نطلب دعم من الدولة لتنشيط هذا القطاع، لحث الناس للتوجه إلى هذا القطاع الطاقة النظيفة، لأن هو المستقبل. ومشاكل الوقود الأحفوري بدأت يعني تأثر على المناخ وعلى كافة دول العالم، والعراق من مقدمة هذه الدول اللي بدأ تغير المناخ يؤثر عليها. هذا المشروع يعني لاقى نجاحات، حتى ما شرط مشروعي إنما الشركات الأخرى نجحت بكثير من المنظومات على مستوى يعني العراق بشكل عام، وخصوصا المنظومات الزراعية اللي مشاكلها قليلة وكلفتها بالنسبة للمحاصيل نسبيا جيدة.